أختي المواطنة، أخي المواطن، انتخابات 7 أكتوبر 2016 موعد مهم، محطة تاريخية في تاريخ بلادنا. بعد دستور 2011 اللي جاب مكتسبات عديدة، جاب مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ربط المسؤولية بالمحاسبة. دستور 2011 مكتسب كبير جميع المغاربة، ضروري باش نحافظوا عليه، ضروري باش نحافظوا على الاختيار الديمقراطي اللي جا به الدستور. كذلك الواجب علينا انه نطوروا المشروع التنموي ديال بلادنا. من اجل هذا الشيء كله حزب العداله والتنميه بدع برنامج طموح واقعي، انطلق من تجربته في تسيير الحكومه، انطلق من التجربه ديال الاطر والخبراء ديال الحزب، باش يقدم اليوم لجميع المغربيات وجميع المغاربه برنامج واقعي، برنامج يجيب على التساؤلات الكبرى التي تهم الحياه اليوميه لكل مغربي ومغربيه. برنامج حزب العدالة والتنمية جاب 5 ديال المحاور الرئيسية، جا كيعزز التنافسية ديال الاقتصاد المغربي، جا برنامج فيه تطوير وفيه توطيد موارد النمو، جا كيركز على رفع النمو ديال الصادرات ديال المغرب، جا كيركز على تسهيل ولوج العقار، جا كيرفع من تنافسية الاقتصاد ديال المقاولة المغربية. هاد اللحظة اللي هي اللحظة الانتخابية ديال 7 أكتوبر بالمقياس الديمقراطي لحظة عادية، المفروض تكون فرصة للنقاش، للتداول، المساءلات، تجربة حكومية واستشراف المستقبل، فرصة يستشرف فيها المواطن مستقبل 5 سنوات على أرض العروض التي تقدمها الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابيه اللي تتقدمها، اللي فيها رؤاها لتدبير الشان العام. فضلا على ان 7 اكتوبر هذه محطه ديمقراطيه عاديه، هي في السياق المغربي لحظه حاسمه من اجل استكمال مسار البناء الديمقراطي، ومن اجل المساهمه في بناء مؤسسات مغربيه تتمتع بثقه الشعب، وتتمتع بثقه الناخب، وتتمتع بثقه المواطن. هاد ال5 سنوات اللي مرات أخي المواطن، أختي المواطنة، شفتي فيها تدبير للشأن العام، هو تدبير قريب منك، قريب من همومك، قريب من آمالك، حتى نستمر في أداء هذه التجربة، حتى نستمر في إنجاح هذه التجربة النموذجية في الإصلاح، اللي كان العنوان ديالها الإصلاح في ظل الاستقرار، اللي كان العنوان ديالها هو مواجهة التحكم، مواجهة الهيمنة، مواجهة مراكز النفوذ التي تحن إلى زمن ما قبل 96، تحن إلى زمن السيطرة على موارد الثروة وموارد السلطة. الآن هذه اللحظة غتعبر عليها وتعبر فيها عن الانحياز ديالك للمصلحين في البلاد، الانحياز ديالك. نداء إلى ساكنة الجهة الشرقية، كونوا معنا في الموعد يوم 7 أكتوبر، نحن هنا من أجلكم، نخوض هذه الاستحقاقات في 7 أكتوبر لدحض التحكم ولمواصلة الإصلاح. هذا دورنا، هذا واجبنا، نشتغل جميعا مع كل الديمقراطيين لنتمم عملية الإصلاح ولنقوم بدورنا في هذه الاستحقاقات. فجميعا معنا، ونحن محتاجون إليكم لدعمنا، نحن نواب عنكم، نحن ننوب عنكم في هذه المعركة. بمناسبة الاستحقاقات التشريعية التي تعرفها بلادنا ومواصلة للإصلاح وتثمينا لتجربة حزب في عمله الحكومي لمدة 5 سنوات وتحت شعار صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح، أدعو الشعب المغربي لوضع الثقة في حزب العدالة والتنمية، كما استغل الفرصة لأدعو ساكنة مدينة بوجدور للتصويت على حزب العدالة والتنمية لمواصلة الإصلاح.